طيب الكشف بقى كمان عن زي ما اتكلمنا على الاسطوره هالاند، ايه حكايه هالاند؟ هالاند زي ما اتكلمنا وهنتكلم لسه، يعني كشف التقارير النهارده قيمه انتقال اللاعب النرويجي هالاند من بروسيا دورتموند للمان سيتي. في حضراتكم عارفين في الميركاتو الصيفي اللي فات، وكتبت يمكن رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في اوروبا، كتب على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر، دفع النادي مانشستر سيتي 60 مليون يورو فقط قيمه الشرط الجزائي لهالاند مع بروسيا دورتموند، وليس 80 او 75 مليون. كمان اضاف ان كمان كانت هناك عموله، اكيد عموله اضافيه في الصفقه، لكن من العدل قول ان هذا امر طبيعي بالنسبه للصفقات الكبرى. اختتم رومانو انه هالاند بيحصل على راتب سنوي مع المان سيتي يقترب من 375 الف جنيه استرليني اسبوعيا، تقريبا بيعادل ما يتقاضيه او عقد كيفن دي بروين، نفس قيمه العقد بتاعه هالاند. وان حضراتكم عارفين ان هالاند يمكن احرز 17 هدف، وده رقم كبير جدا جدا، وعمل 3 تمريرات حاسمه، ولسه يعني كسر كل الارقام القياسيه بالنسبه للهاتريك، احرز يعني 8 هاتريك، واحنا لسه في الاسبوع السابع من الدوري الانجليزي، هيكون لينا حديث خاص عن هالاند لانه احرز ثلاثة هاتريك في 8 مباريات، وزي ما بقول لحضراتكم يعني هيغير خريطه الكوره بشكل كبير جدا، وخاصه في مركز راس الحربه. كلنا كنا بنتكلم حتى المان سيتي خلال السنتين اللي فاتوا تقريبا كان بيلعب من غير تارجت سترايكر، يعني راس حربه صريح واضح. يمكن هالاند هيغير شويه خريطه الكوره في اوروبا، ويعتمدوا بشكل اساسي على رقم 9، اللي هو يمكن رقم 9 اختفى بشكل يعني بشكل كبير عن الملاعب الاوروبيه في خلال السنوات اللي فاتت. بتكلم مثلا على ليفاندوفسكي كان موجود مع البايرن وحقق نتائج كبيره جدا جدا، بتكلم على تيبيكال 9. هالاند كمان بيقدم نموذج مختلف، نموذج جديد على الكره الاوروبيه، اكيد هنتابع دوت معانا هنا في المحترف. طيب على الجانب الاخر مانشستر يونايتد بيمر كمان بازمه كبيره جدا، لكن بيخطط كمان لصفقتين بعد طبعا السداسيه امام السيتي، عايز يعمل ثوره وخاصه في خط النص، يعني الفريق بيعاني بشكل كبير جدا جدا، لكن بيعلن طبعا الموسم ده في تراجع كبير في النتائج، كان اخرها طبعا نتيجه 6-3 امام المان سيتي، لكن بيخطط مانشستر يونايتد للجمع طبعا بين فرانك دي يونج طبعا ده من برشلونه، وجود بلينجهام طبعا يمكن نجم وسط بروسيا دورتموند اللاعب الانجليزي في خط الوسط، يعني هو عايز دي يونج وعايز كمان بلينجهام يكونوا موجودين. صفقه دي يونج هتبلغ تقريبا بنتكلم في 60 مليون يورو، لكن صفقه بلينجهام لاعب الانجليزي اللي بيلعب في وسط ملعب دورتموند اللي كثير من الانديه بتحاول تحصل على خدماته، اعتقد هيوصل لرقم 90 او 100 مليون جنيه استرليني، رقم كبير جدا جدا، لكن زي ما بقول لحضراتكم المان يونايتد بيحاول يسابق الزمن، ويمكن المان يونايتد حاول التعاقد مع دي يونج يمكن زي ما حضراتكم عارفين في الصيف اللي فات، لكن اللاعب تمسك بوجوده في برشلونه. هنشوف الامور ماشيه فين، دي يونج هيكون موجود في المان يونايتد، هل هيستطيع المان يونايتد ان يحصل على خدمات بلينجهام بالرغم ان في كثير من يعني الانديه الاوروبيه الكبيره زي ريال مدريد زي المان سيتي كمان يعني قدموا عروض او في استعداد لتقديم عروض للحصول على خدمات بلينجهام لاعب بروسيا دورتموند.